اوكي، السلام عليكم شباب ومرحبا بكم فيديو جديد. الوغ غادي تشوفوا فين كنصور، غتجيكم اشكال ياك مولفين بالسيت اب، الالوان، الضوا، الديكورات. ولكن دابا في هذه اللحظه حنا اللي فيها الشباب مازال ما عندناش يعني الجهد والقدره باش اننا نديروا واحد السيت اب اللي نقدروا نقولوا بحال السيت اب اللي عندنا في المغرب اللي هو هذا. دابا حنا مازالين في البدايه ديالنا، الله كنتاقلموا مع الغربه ستيب باي ستيب، غادي نديرو شي سيت اب زويون انا متاكد وكنوعدكم. قبل ما غادي نبداو الفيديو بغيت نطلبك الا كنتي اول مره كتفرج فيا ما تنساش تخلي ليا واحد سبسكرايب، واحد لايك، واحد الكومونتير زويون بحالك باش تشجعني وتخليني ديما نكمل. مؤخرا غادي تنتابعو في القناه، انا مبقيتش كندوز لي سبونسور بزاف، ولكن اليوم غادي نخلي لكم مع واحد دقيقه ونص دقائق ديال هاد السبونسور هذا وغادي نكملو الفيديو ديالنا. سو السبونسور ديالنا ديال اليوم هو ايت باور. هاد اللوجيسيال هذا نقدروا نقولوا شبيه لواحد اللوجيسيال اللي سميتو كامتازيا تقريبا، مي هذا عندك حتى واحد لوبسيون ديال انك تقدر دير المونتاج من سيت اونلاين، يعني من اونلاين كتدخل سيت ديالهم تقدر دير تما المونتاج، ما تحتاجش انك تيليشارجي. هذا حاجه زوينه. ثاني شيء الخاصيه اللي غادي ندويو فيها دابا واللي هي سكرين ريكوردر، تقدر تريكوردي ب 1080، يعني هذه حاجه زوينه بكليك واحد، يعني كتكليكي كتريكوردي لك بكاليتي زوينه. دونك هادشي كامل غادي تلقاوه في واحد اللينك في الديسكريبشن، تقدروا تدخلوا تيليشارجيو الشباب وكملوا الفيديو ديالنا. اوكي، واحد النقطه، واحد النقطه عافاكم، لا تمشيو فين الدراري ديال بابجي موبايل، عندي لكم واحد النقطه دغيا دغيا وغادي نبداو الفيديو. دير بطوله على 1000 درهم، بغيتي تجي تشارك مرحبا، ما بغيتيش تشارك ما كاينش مشكل، سكيب في هاد البارتي هادي. عندي تقريبا 5700 واحد اللي عندي معايا اللي كيشاركوا. السؤال اللي طاح لكم في الراس دابا هو كيفاش هاد نقدروا نشاركوا؟ ايزي، شاد انستغرام هذا دخلوا ليه، اجيو عندي تمايا، غتلقاو هاد الهايلايت هذا فيه لي زيتاب كاملين ديال كيفاش تقدروا تشاركوا. ومرحبا بكم الشباب، ونسينكم تجيو تكون انتم عندكم واحد الفرصه للربح. وباي ذا واي راه ما كتكونش غير هذه ديال 1000 درهم، راه كيكونوا بزاف، ندير اربع البطولات في السيمانه وكيكونوا كل وحده 70 دولار، 50 دولار، 100 دولار، المهم كل بطوله والبرايز بول ديالها. كنسينكم انتم الشباب نبداو الفلوق ديالنا. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديكم معايا تشوفوا الخدمه، بكوني خدام في كلينيك. اهم شيء في هذا الفيديو هذا واحد اللاعب اللي محبوب عند المغاربه اللي هو جواد الزايري. جواد الزايري ان شاء الله اليوم جاي عندنا لاسطنبول، وغادي نمشيو نتعرفوا ليه في المطار باش نمشيو نجيبوه، وطبيعه الحال غادي نصوروه لان غادي يكون واحد لا فيديو للكلينيك. غادي نصوروه ان شاء الله خارج من المطار، فوالا غادي نديوه للوطيل، غادي يستقبلوه الناس ديال اللوطيل فوالا، وغادي نعطيو ليه الروم ديالو. جواد اللي كنت كتفرج في هذا الفيديو هذا خويا راك عزيز وبزاف، وانا من الناس اللي عزيز عليهم حتى وحق الله، يعني ملي كنت في الصغر كنت متاثر به بزاف. تعقلوا الدري على جواد الزايري، كان كيدير الباندا مسكات فلاش، كان كيخربق بنادم دريبلاج، يا سلام كان معروف. نمشيو نستقبلوه اليوم وبقوا معنا الشباب وليتس جو. خوان كاين شويه ديال الريح، اوكي كاين شويه ديال الريح هنايا، بغيت نوري لكم. فوالا هذه هي العياده، عياده ديال دكتور سركان ايدن. هنا دابا راه كيقادوا لانه يلاه داروا فتحوا الحظر، كان الحظر عندنا هنايا كانوا سادين، دابا راهم جالسين كيصلحوا شي حاجه لانه غادي يفتحوا المطارات، غادي يوليو يستقبلوا بزاف ديال لي كليون. اجي نقادوا شي شويه الحاله دوكي يقادوا داكشي. فوالا غادي نديكم بلاصه ديال لي ستيجي، اوكي نديكم بلاصه ديال لي ستيجي كتشوف. المهم نديكم واحد الطويره هكا، دوكو هو السميه ديال الكلينيك، دوكو هكا. نديكم تشوفوا من هنايا، ها انتوما كاينين الدروج دوز من هنا دوز من هنايا، ها انتوما. نديكم الجهه الاخرى لانه ديبلاصاونا للجهه الاخرى. ان
شي كيف ما قلت لكم راهم كيصلحوا كيبداو يقادوا. ها انتوما شو هاد لي طابلو هذا شحال كيحمق. شوف شوف ها هو هذا كنسي هنايا فوالا. ها انتوما كاين عاوتاني هنايا هنا مي كدير التحليله ديال سميتو هنا كدير التحليله ديال الدم. وهنايا كيكون عاوتاني كمثال هنايا هنا كيغسلوا ليك هنا كيغسلوا ليك فوالا. وريتكم داخل كي دابا بغيت نبقى ندخل داخل لان كيكونوا ديك اليوم ما كتبغيش تصورهم يعني طبيعه الحال الناس كما كتبغيش تبان ولا شي حاجه من حقها دونك ما كنبغيش ندخل الكاميرا للقاعات بحال هكا فوالا. برو How are you? Fine. توصل توصل ثلاثة ثواني عاد جاوبنا. دابا بما انني وريتكم العيادة اوكي ها هي دابا غادي نمشيو نتغداو نوريكم الريستورون الثانية. ناري ما جبتش معايا الميكروفون دابا غتولي كتسمعوا الصوت باش كاين الريح. شباب رجعت للدار لبست واحد السوربات لانه بدا يتحرك البرد وكيف ما قلت لكم خصنا نمشيو نجيبو جواد زيري من المطار يعني غيكون البرد. رجعت للدار مشيت جبت هادي دابا دي هزت عاوتاني الشكارة ديالي وغادي نتحرك. كيف ما قلت لكم انا الخدمة ما بعيداش على الدار دونك كندير كاع الماكسيموم واحد 7 دقائق كنوصل. هانشوفا هنوريكم هالسكوتر. يلا نمشيو السويرتات. إلا مشينا شمسينا السويرت مكاينش اللي غادي يحل لينا الدار. منسيت والو. يلا بسم الله. هلو ايه فوالا ها حنايا هاد التصويرات هادو كيما كندير لهم هكا اللوحوم هنايا. دابا ما غاديش ننساهم دابا غادي نمشي نخرج ما غاديش يصلح لي انني نبقى نصور لكم في الطريق نوصلو ان شاء الله نصور لكم. ماشي كاين راه الدعوة بكورونا اخي سام صافي شي نقول لك دابا الناس اللي باغيين تجي من المغرب ويجي نقول لكم وقولوا للعثمانيين الله يعفو عليك يخليكم بعد الطيارات عقلبوا باش تجيو. حنا دابا غادي ناخذ حنا غادي للمغرب غنمشيو دابا غادي للمغرب يطلع لنا الدم من هاد البلاد غنمشيو لها لان كاع باغيين تجيو جيو احنا غاديين صاحبي حلوها بنادم انتشروا الله يضربوها من الكازا. واحد الدري كيعاود ليا الا ما كذبش عليا قال لي ما نبقاش ترونسبور دراري كعطوها على رجليهم اوتو ستوب وكذا وهادي باش طلعوا الدراري المغرب يعني يواصل عليهم الجدار عرفتي باش تضرب اخي من كازا حتى سبته. المشكلة راه باش يضرب فيهم الجدار المشكلة في هذوك عباد الله اللي كيمشيو يوصلوا للطباصل ويجيو يبداو يبانوا عليهم في المغرب. مدوز الغربة هو اللي يحس بهذا الشيء. اما الدراري راه مساكن في المغرب راه غير مقلوبة عليهم القفة حتى كيطلع ويهز القالب تما يحس به عاد ديك الساعه كيولي عيق. 90% ديال الدراري هادو الرجال خلو الدريات بوحدهم. كتلقى الدراري في الخليج دراري بحال دابا كمثال في تركيا اولا في يعني اسيا الا بان لك شي واحد جاي ستك شويه ودايره العاقه عرف راه خدام خدمه زوينه. اما لوروب الا بان لك جاي دار العاقه عرف يا اما الغباريه يا اما غسل الطباصل ويجي يطريكم في الفيلم. راجع للمغرب بالتحديد يخدم في القرنة. والله ما نكذب عليك راه كنعرف دراري اش نقول لك كيكري طوموبيلا كيكري اللي بحال دابا كيكري لو سباليوني بحال دابا عايش في سباليون ولا عايش في طاليان كيكري لو طوموبيل وكيجي هو وياه حتى للمغرب وكيخلي له الطوموبيل ويرجع ويجي بدا يبان على عباد الله راني لاباس عليا باش نخلي الدراري مساكن غاديين خارجين باش يضربوا تمام. والله اخوتي شوف شي المغرب اقسم بالله لا غادي في واحد الطريق زوينه غير صبروا
شي واخا هاد الحكومه وهاد الويل لك حال وهاد الشيء والله اخوتي لا شوف كندويو المغرب غادي زوين بالله لا المغرب غادي زوين والله شي بنادم غير يصبر واحد شويه صبر نخدم عقلو شويه نخدم عقلو جاي فهمتيني هنا بنادم ماشي مشكل واحد يبدا بشويه بشويه ما فيها باس دابا راه التليفون شحال واش مربوط الشاي الشاي ديال دابا الشباب وصلنا للجهه ديال المطار ولكن الطياره مازال ما نزلاتش دونك حنايا ما خدش شي حاجه ناكلوها ونقولوا هذا المطار ديال تركيا عرفتي الشباب شنو طاحت لي دابا في بالي طاح لي في بالي انني زعما غادي نقول لكم بلي راني راجع للمغرب في المينياتور فهمتيني في العنوان رجعت للمغرب كنحشوم هاد الحشومه ما نكذبش عليكم ما نوصلوش لذاك النيفو ديال اننا كاع نطلقوها يلا المهم حنا دابا من هنايا فوالا كنسينو شويه غادي تنزل الطياره غادي تنزل الطياره خاصني نكون واجد باش نجيب الكاميرا ونصور انتم الشباب شوفوني كنبريباري الماتيريال فوالا وجدت الرونين بالونسيت دغيا فوالا هاهي محطوطة نايس المشكلة الدراري هو انه البوليسي جالس كيشوف وانا ضروري خاصني نصور هاد الشوت هذا دونك خاصني نبدل المنطقة ديالي باش ما يشوفنيش البوليسي هكا غادي نكون كنصور البوليسي ما غاديش يشوفني ولي داير كاسكيطة يدير كاسكيطة نصوركم من القدام صافي نصوركم جايين كنت كنتفرج فيك ملي كنت صغير ملي درت شي شارل فلاش كاينه ولا لا
يلا جو. صافي ريح خذ راحتك. هضر معاه. سلام. يا الله اوكي هاف ا نايس تو ثانكس برو ثانك يو هاي سير ويلكم السلام عليكم ابي ابي يا يا بيج فوتبول بلاير ثانك يو فيري ماتش اسي جولي يا انا المغاربه ديالنا ديما خاصنا نتهلاو فيها الله يحفظك بارك الله فيك اصلا حتى السيرفيس عندنا في لاكلينيك هكا هكا ياك كاع لي فواتير عندنا كل ما خمسه كيخدموا عندنا كنا لان اصلا الدكتور عندنا مصنف هو الاول في اوروبا والثاني في العالم ياك السيرفيس كويت One minute bro, can you please Close the door. Yes, please. Tamam. Come. Yes. ايوا حنا كنسينوهم هنايا عاوتاني وين اش كيديروا هادو شوف ميطاج 7 دي الحياه ديال الفيلم ميكر شتي الحياه ديال الفيلم ميكر اصلا صار شي هنا والله شنو اسيا كي داير المنظر زوين زوين صراحه واعر هاد العرض بالا الدراري هاد البلاي هاد لي شوت هادو كنحتاجهم في المونتاج سمير سمير بغيت نصور واحد اللقطه غادي تسد الباب غادي تحل وغادي ندخل اوكي هاد اللقطات كنحتاجهم ضروري 3 2 1 تمام ديروا البافيت ديالنا اوكي اول حاجه نشوفوا شحال الساعه دابا ونعرفوا دابا واو 11 واو ال 11 دابا يا 11 ونص واو اتس اوكي ماشي مشكل دونك ما عرفتش الصراحه انا طريق ندير اوكي يلا نديروا الطريق هذه بسم الله يا بسم الله توكلنا على الله دونك 11 ونص نشوفوا شحال ديال الوقت غادي نديرو من هنا للدار ليتس جو كنظن كاين البوليس هنا شتو الدراري الضواو ديال البوليس
هما قدام كيديروا الكونترول، دونك انا خاصني ندير لهم عمره في خاويه. خليناها 11 دابا 36، يعني نقدر نقولوا 6 دقائق وصلت. نديو هذا الطوالت.